الرسالة الأولى لتيموثاوس. تيموثاوس الأولى 1. من بولس رسول يسوع المسيح بحسب أمر الله منقذنا وربنا يسوع المسيح عملنا. لتيموثاوس الابن الحقيقي في الإيمان، نعمة ورحمة وسلام من الله أبونا والمسيح يسوع ربنا. زي ما طلبت منك إنك تقعد في أفسس عشان أنا كنت رايح لمقدونيا عشان توصي ناس إنهم ما يعلموش تعليم تاني ولا يقعدوش يسمعوا خرافات وأنساب ملهاش حدود بتسبب مناقشات من غير البنى بتاع الله اللي في الإيمان. وأما هدف الوصية فهو المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان من غير نفاق. المواضيع اللي لو زاغ ناس عنها انحرفوا لكلام فاضي. عايزين يبقوا معلمين للشريعة وهم مش فاهمين اللي بيقولوه ولا اللي بيقروه، ولكننا نعرف ان الشريعة صالحة لو كان حد بيستعملها بشكل شرعي، وهو عارف كده ان الشريعة ما تحطتش للصالح لكن للأشرار والمتمردين، للفجار والخطاء، للدنيسين واللي بيستبيحوا، لقتلة الأبهات وقتلة الأمهات، للي بيقتلوا الناس، للي بيزنوا، للي بيناموا مع رجالة، للي بيسرقوا الناس، للكدبين، للي بيخلفوا حلفانهم، وأي حاجة تانية تكون بتقاوم التعليم الصحيح حسب إنجيل مجد الله المبارك اللي بقيت أنا أمين عليه. وأنا بشكر المسيح يسوع ربنا اللي قواني إنه حسبني أمين عشان خلاني الخدمة. أنا اللي كنت قبل كده بجدف وبضطهد ومفتري، ولكني اترحمت لأني عملت بجهل في عدم إيمان. وفاضت قوي نعمة ربنا مع الإيمان والمحبة اللي في المسيح يسوع. صدقة هي الكلمة ومستهلة كل قبول إن المسيح يسوع جه للعالم عشان ينقذ الخطاة اللي أولهم أنا، لكني عشان كده اترحمت عشان يبين يسوع المسيح فيي أنا الأول كل طول البال مثال اللي راح يأمنوا بيه عشان الحياة اللي ملهاش نهاية، وملك الأزمنة اللي ما بيفنيش ولا يتشفش، الإله الحكيم وحده ليه الكرامة والمجد لزمن الأزمنة. آمين. الوصية دي يا ابني تيموثاوس بحطها وديها عندك حسب النبوات اللي سبقت عليك عشان تحارب فيها الحرب الكويسة، وعندك إيمان وضمير صالح اللي لما رفضوا ناس انكسرت بيهم السفينة من ناحية الإيمان كمان، اللي منهم هيمنايس والإسكندر اللي سلمتهم للشيطان عشان يتأدبوا عشان ما يكدفوش.